السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 84 من الكتاب المدرسي، الدرس رقم 16، حساب قياس محيط الدائرة ومساحة القرص. نبدأ على بركة الله بحصة اكتشف. التمرين رقم 1، ألاحظ القطعة النقدية. عندنا قطعة نقدية من فئة 10 دراهم، أحسب قياس محيطها ثم أحسب قياس مساحتها. شفنا في الدرس اللي قبل القواعد الخاصة بحساب محيط الدائرة. محيط الدائرة كيساوي لنا القطر في بي، بي راه كيساوي لنا 3.14 أو القيمة المقربة ل 3.14. بالنسبة للمساحة هي آغ في آغ في بي، يعني شعاع في شعاع في بي. نديرو تطبيق عددي. حساب محيط القطعة النقدية، بي كتساوي لنا القطر في بي، إذا القطر ديالو هو كما كتشوفو هنا في الشكل 2.8 مضروب في 3.14، ننجز العملية سنحصل على 8.72 سنتيمتر مربع. بالنسبة للسؤال ب، حساب مساحة القطعة النقدية. المساحة هي شعاع في شعاع في بي، إذا اس تساوي اغ في اغ في بي. باش نحصلوا على الشعاع القطر عندنا 1.8، إذا نقسموه على 2 هي 1.4 مضروبة في 1.4 مضروبة في 3.14 تساوي 6.1544 سنتيمتر مربع. ردوا البال للوحدات، راه المحيط يعني المتر أو سنتيمتر أو، ولكن فاش كنهضرو على المساحة سنتيمتر مربع. ننتقلوا الآن للتمرين رقم 2، أتمم الجدول التالي. نأخذ بي كتساوي 3.14، إذا هنا ضروري ما نكتب قدامي أو لا نعاود ندير تذكير بالقواعد. المساحة هي آغ في آغ في بي، ومن بعد غادي نشوفو القواعد غادي نكتبهم هنا. عندنا مساحة القرص هي آغ في آغ في بي، محيط الدائرة هو دي في بي. باش نحصل على القطر انطلاقا من المحيط غادي ندير القطر كيساوي لنا المحيط مقسوم على بي، وإلا لقيت القطر غادي نلقى الشعاع. بسيط، القطر مقسوم على 2 كيعطيني الشعاع. نبداو على بركة الله. إذا عندنا هنا الشعاع ديال الدائرة الأولى هو 14، إذا إلا بغيت القطر غادي نضربو في 2، 7 × 2 كتعطيني 14. محيط دابا سهلة، المحيط غادي ندير 14 × 3.14 وسنحصل على 43.96. باش نحصل على مساحة القرص بسيطة، عندي الشعاع، إذا 7 × 7 × بي، 7 × 7 × 3.14 هي 153.86. بالنسبة للاحتمال الثاني أو للتجربة الثانية، راه معطينا هنايا المساحة، عطينا المساحة ديال هاد القرص هو 254.34، ونعلم أن المساحة كتساوي لي آغ في آغ في بي. إذا هاد آغ في آغ كنا قرينا القوى 2، يعني هي آغ و 6 في بي. إذا إلا بغيت غير آغ شنو غادي ندير؟ هي إس في بي، وبعد غادي نشوف كم في كوا. إذا إلا درنا هنايا إلا عندنا إس كتساوي لنا 254.34، غنقسموها على 3.14 وسنحصل على 81. 81 هي إغ و 2، إذا 9 × 9 كتساوي 81، وبالتالي الشعاع هو 9. إذا غنضربو في 2 غنحصل على القطر اللي هو 18، وديك الساعة غادي نضرب 18 × 3.14 غتعطيني 56.52، وهكذا أنا حصلت على المحيط. في الاحتمال الثاني الثالث عطينا محيط الدائرة هو 50.24. كنعرفو أن محيط الدائرة كيساوي لنا القطر في بي، إذا إلا بغيت القطر غادي ندير المحيط مقسوم على بي، إذا 50.24 مقسوم على 3.14 كتساوي لنا 16، إذا 16 مقسومة على 2 تساوي 8. إذا هذه لقيت الشعاع، لقيت القطر، إذا دابا الحساب باش نحسب المساحة هي شعاع في شعاع في بي، 8 × 8 × 3.14 تساوي 200.96 سنتيمتر مربع. في هذه الحالة عطينا القطر هو 40، إذا باش نحصل على الشعاع غنقسمو على 2 اللي هو 20، ونحسب المحيط هو القطر في بي، يعني 40 × 3.14 غتعطيك 125.6.
باش نحسب المساحة هو أغ في أغ في بي، يعني 20 في 20 في 3.14 هي 1256. بالنسبة لآخر حالة عندنا الشعاع 3، إذا باش نحصل على القطر غنضرب 3 في 2، 3 في 2 تساوي 6. إذا باش نحسب المحيط غادي نخدم القطر في بي، يعني 6 في 3.14 تساوي 18.84. وبالنسبة المساحة هي شعاع في شعاع في بي، يعني 3 في 3 في 3.14 تساوي 28.86. هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 84. كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا من الفيديو ديالي. ما تنساوش تدعموا القناة عبر وضع جيم أو لي كومنتار. بالنسبة للناس اللي كتشوفوا القناة لأول مرة ما ترددش في المشاركة وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد. كذلك كنتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.